السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام وأصحاب القناة. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن البلاستيك اللي احنا فرشينه في الأرض زي ما احنا شايفين كده. طبعا البيت ده مهمل، مفيش تقليم فيه، تم بقاله 20 يوم تقريبا، وعندنا في تبقع بكتيري لأوراق صفراء، وعندنا في ندوة، والرطوبة فيه كانت زايدة. لكن احنا موضوعنا النهاردة هنتكلم عن البلاستيك اللي احنا فرشينه تحت ده. ممكن في ناس بتعمل الطريقة دي وفي ناس ما بتعملهاش، وفي ناس تعرفها اصلا وفي ناس ما تعرفهاش، فاحنا كلامنا هيكون عام لكل الناس، اللي حابب يعملها واللي مش حابب، واللي حابب يعرفها كمعرفة فقط لا غير. احنا تحت امره. احنا بنتكلم دلوقتي عن فرد البلاستيك تحت الطماطم. فصل الشتاء احنا عارفين ان الرطوبة بتكون زايدة، وبالتالي الطماطم لما بننزلها على الارض مباشرة التربة بتكون طرية او رطبة، بتكون حنينة زي كده، وبالتالي الطماطم بتاعتنا بتحصل فيها عفن نتيجة المية اللي هنا، ونتيجة ان هي برضو بتكون حنينة عليها او بتكون رطبة زي ما احنا قلنا، فبتأخر عملية تلوين الطماطم. لكن احنا لما بنحط البلاستيك ده، طبعا في ناس بتزرع فوق ملش، الملش بيغطي المصطبة كلها من هنا ومن هنا وبينزل هنا زي ما احنا منزلينه كده، ده الملش بيغطيها كلها وبتفتح فتحات مكان النقطات وبيزرع الشجر. لكن كل واحد حسب ما هو امكانياته بتوديه. احنا دلوقتي بنتكلم عن الطريقة السهلة والبسيطة اللي هي فرش او فرد البلاستيك تحت الطماطم. عملية التنزيل، انت لما بتنزل الطماطم بتاعتك، الطماطم غصب عنك بتريح منك هنا، خصوصا لو السلك مريح زي ما ده مريح كده جهة اليمين نتيجة التلقيح. لما تيجي تضرب السلك بيضم على بعضه، ده لو انت مش ربطه في حامل المحصول كويس. وبالتالي لما بتيجي تنزل، بتنزل الطماطم المفروض انت تنزلها تحت المصطبة هنا او هنا على التراب الناشف، لكن غصب عنك ساعات الطماطم بتنزل منك هنا، وبالتالي احنا قلنا المكان ده فيه مية، خصوصا لو عندك في تسريب في محابس او عندك العامل زود المية بتاعتك، وبالتالي المصطبة بتاعتك رطبة. انما احنا عندنا في رطوبة في التربة، لكن بنحاول قدر الامكان نحاول نظبط المية زي ما احنا شايفين بقعة المية هي على قد الشجرة. ده ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان ان احنا ننشفه ونقلل المية خالص. احنا كنا بندي مرتين في اليوم، دلوقتي بندي مرة، وممكن كمان ندي مرة يوم ويوم لحد لما ننشف خالص. لكن احنا ماشيين تدريجيا اهو، وبدأت المية تقل معانا. كانت الاول الرعيتين دول موصلين لبعض، وكانت كلها ملحمة لبعضها وكلها فيها تحالب زي ما احنا شايفين دي، لكن دلوقتي الحمد لله بدأنا نخف في المية. لكن نرجع لموضوعنا وهو التنزيل. حضرتك البلاستيك ده فايدته ايه؟ فايدته انت لو مغطي المصطبة كلها بيخف معاك في الرطوبة. الرطوبة اللي هنا، البخر اللي احنا شايفينه في البلاستيك من تحت ده اهو، تعالى نقلب البلاستيك عشان نشوفه. المية اللي موجودة على البلاستيك ده اهي، حضرتك ما بتطلعش للبلاستيك بتاع البيت فوق، وبالتالي ما بتنزلش على هيئة قطرات مية في الصباح، وبتعمل لنا عملية حرق او عفن للاوراق، وبالتالي بيقلل عملية الرطوبة. دي حاجة. الحاجة التانية بيقلل خروج الاعشاب، او الاعشاب اللي بتيجي ما بيقفش عليها حشرات عشان انت مغطيها بالبلاستيك، وبعد كده بتصفر وبتدبل وبتموت تحت البلاستيك، وممكن تمد ايدك وتشدها من تحت البلاستيك. لكن لو هي عملية ملش، ما بيطلعش لك الحشايش الا من الحتة دي. لو انت عندك البيت فيه حشايش، بيطلع من الفتحة اللي انت فاتحها بتاعة الطماطم، وده بيطلع من الباقي اللي احنا مش مغطيين، وبالتالي احنا خفينا عملية الحشايش، وبالتالي قللنا الحشرات، خففنا من عملية الرطوبة، وحافظنا على الحباية بتاعتنا بتاعة الطماطم بتاعتنا. لما بننزلها ما بيحصلش فيها ان التربة بتكون رطبة، وبالتالي بتأخر عملية التلوين، وما بيحصلش عندنا ان الارض بتكون رطبة برضه، وبيعمل عملية عفن للثمرة بتاعتنا، ما بتعفنش مننا. دي كلامنا عن الفرش البلاستيك ده. في ناس بتفرشه، في ناس مش بتفرشه، في ناس بتنزل على حوامل، يعني في ناس بتنزل، احنا قلنا قبل كده، شرحنا في فيديو قبل كده طرق التنزيل، في ناس بتنزل على الارض، وفي ناس بتعلق حوامل كده بحيث ان الطماطم ما تنزلش على الارض، وفي ناس بتنزل شبر شبر من السلك، شبر واحد بس من السلك، بحيث ان الطماطم برضو ما توصلش للارض، نشد الطماطم بزاويه منفرجه بحيث ان الطماطم تكون مشدوده على الاخر خالص كده، ما بتنزلش. احنا بننزلها على هيئه حرف ال، انما هم بيفتحوها زاويه منفرجه او ال مفتوحه قوي، بحيث ان الطماطم تكون مشدوده، فالصفوف بتنزل فوق بعضها كده
مش تنزل كده وبعد كده تلف على التربة، دي كلها طرق، لكن احنا بنحاول نعمل الطريقة دي بحيث ان احنا ننزل الطماطم في مستوى الوسط. يعني الطماطم بتاعتك اول ما بتنزل خصوصا في فصل الصيف بتبقى بالعلو ده، ترتفع متر عن الارض او 1.20 متر في اقصاها، بحيث ان انت لو اتأخرت في عملية التنزيل التاني يبقى انت مش محتاج تنزل، انت محتاج تقلم الطماطم بتاعتك بس، مش محتاج ان انت تنزل ولا محتاج ان انت تعمل اي حاجة في الطماطم غير ان انت تقلم وتخف الورق اللي تحت بعد عملية التنزيل عشان تهوي التربة. دي الفايدة من البلاستيك. بس يا ريت الناس اللي هتركب البلاستيك تحاول ما تغطيش التربة كلها بالبلاستيك عشان عملية المبيد. احنا دلوقتي ده رشينه مبيد فطري، المية نزلت اهي على البلاستيك وبتنزل في الطريق الرملي وبالتالي بتتشرب، لكن الطريق كله لو مغطي بالبلاستيك في ناس بتستسهل وتروح فرشة تجيب البلاستيك اللي هو بعد تغيير البيت، لو انها عندها بيت فيه بلاستيك متكسر بتروح جايبة محطة البلاستيك جديد وجايبة البلاستيك القديم زي ما هو تركبه تحت يغطي كله عطل في باطل زي ما احنا بنقول، وبيطلع فوق المصطبة ومية مية مية مية. بعد كده المبيد بيقف في اماكن تجمعات معينة وبرضه بيوصل للطماطم، وبالعكس ده ما بتشربش، ده بيفضل مية كده سايلة لحد لما الطماطم بتاعتنا تعفن ويجي عليها الذباب ويجي عليها الحشرة الكاملة من صناعات الانفاك لو انت عندك صناعات انفاك وهكذا. لكن يفضل ان البلاستيك يترفع فوق شوية، ده بلاستيك صغير يتفضل ان هو يكون كبير شوية بحيث ان انت هتقصه من هنا وهتدخله جوه بحيث ان هو يركض هنا وده يركض هنا، ما يبقاش عندك هذا النفس ده، او لو وصلتهم ببعض ما عندكش مشكلة والبلاستيك ينزل معاك لحد هنا كده، يتبقى عندك ما يقرب عن شبر او شبر ونص اللي هي فتحة التهوية اللي ينزل فيها المية والمية تتشرب. لكن كده ماشي وكده ماشي، لان الطماطم زي ما احنا قلنا اخرها بتريح هنا، فده ما عندكش مشكلة ان انت برضو تحاول تهوي التربة عشان ما يحصلش عندك عفان، وتشوف نسبة المية بتاعتك برضو المية بتاعتك زايدة مش زايدة، انما انت لو غطيت بالبلاستيك ما انت شايف حاجة، المية شغالة شغالة والطماطم ما فيش طماطم، ليه المية زايدة وبالتالي ما فيش تزهير ما فيش عقد وهكذا. لكن احنا نعمل الوسط زي ما احنا ماشيين، وبرضه احنا زي ما قلنا ان الزراعة ما هي الا تجارب، يعني ممكن شغلي يختلف عن شغلك لكن حاول تجرب. لو انت عندك بيوت محمية خصوصا احنا داخلين على فصل الشتاء، لو انت مش عندك بيوت محمية خد الفيديو ده للمعرفة ويكون عندك خلفية. ده بيت اهو متنزل من غير ما نحط البلاستيك، هنشوف ده الطريق من هنا ناشف، فما شاء الله يعني الطماطم اهي كويسة وما فيهاش اي حاجة خالص، والتربة بتاعتنا الحمد لله رب العالمين بصورة جيدة، والعقد فوق الحمد لله رب العالمين ماشي معنا ممتاز. لكن تعالوا بقى نشوف قدام لما حصل عندنا رطوبة هنا اهي، المية هنا شوية زايدة عن جوه وبالتالي حصل عندنا عفن في الطماطم اهو، الارض احنا هنا زي ما احنا قلنا حصل عندنا عفن واتدخلت على الساق، لكن الساق مش مصاب، ده الاصابة في حباية الطماطم اهي من اضعف حتة الا وهي عنق الزهرة، حصل عندنا العفن نتيجة لان الارض الرطوبة بتاعتها عالية والطماطم فضلت فترة، ولو لاحظنا هنا ان العفن المكان مطرح العفن لسه الطماطم فيه صفرة، الطماطم مش حمراء نتيجة الرطوبة الزايدة، لكن اليمة اللي ناحية الهواء او المعرضة لدرجة الحرارة والعوامل الجوية لونت، وبالتالي احنا الافضل عندنا ان احنا نعمل طريقة البلاستيك اللي احنا قلنا عليها عشان نحافظ على الحباية انها ما تعفنش، وان شاء الله رب العالمين بمناسبة العفن الرمادي اللي احنا شايفينه ده ان شاء الله هنعمل فيديو مخصوص عن العفن الرمادي وطريقة مكافحته واسبابه ومشاكله. نشوفكم في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.